السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل تدريبات على حروف تنطق ولا تكتب، بس قبل ما تحل معايا التدريبات لازم تكون اتفرجت على فيديو الشرح، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف، ويلا بينا عشان نحل التدريبات. بيقول لي ارسم دائرة حول الكلمة التي بها حرف ينطق ولا يكتب. عندنا كلمة التي واللذان، عرفنا طبعا ان الاسم الموصول اللي فيه حرف ينطق ولا يكتب هو التي، والحرف كان حرف اللام. الرحمن الكريم، انهي كلمة فيها حرف ينطق ولا يكتب؟ عندنا الرحمن فيها حرف الالف، حرف الالف دوت بينطق ولا يكتب، يبقى هنعلم عليها. عندنا كمان طه، طه فيها حرف ايه؟ الالف، لكن محمد كل الحروف بتكتب وكل الحروف بتكتب. تلميذ ولا وطن؟ تلميذ فيها ايه؟ فيها تنوين، والتنوين دي عبارة عن نون بتنطق ولا تكتب، يبقى معانا كلمة تلميذ. ضع خطا تحت الخطأ في الجمل الآتية وصوب. تحمست لهذه المسابقة، شايفين كلمة هذه؟ أكيد طبعا هنا مكتوبة بطريقة غير صحيحة، لأن هي آخرها هاء مش تاء مربوطة، فهنصححها وهتكون هذه بالشكل ده. ذهبنا إلى النادي معا، أكيد طبعا مش ده الشكل اللي المفروض نكتب بيه كلمة معا. كلمة معا آخرها تنوين، يبقى النون تنطق ولا تكتب، ونكتب بدلها الفتحتين بتوع التنوين. هؤلاء طلاب مجتهدون، هؤلاء طلاب مجتهدون. الخطأ، الخطأ طبعا في كلمة هؤلاء، احنا عارفين ان في بعض اسماء الاشارة بيكون فيها الف بتنطق ولا تكتب زي هؤلاء، فلازم نحذف الالف. وكمان عندنا لا احب السباحة لكن احب كرة القدم، قلت لكم الكلمة الشائع استخدامها غلط وكتابتها غلط، كلمة لكن محدش يكتبها بالطريقة دي تاني، لازم نكتبها بالشكل ده لأن هي فيها حرف الألف ينطق ولا يكتب. وكمان عندنا للوطن أفضال علينا، للوطن أفضال، أفضال، شايفين كلمة أفضال مكتوبة إزاي؟ هي آخرها إيه؟ المفروض آخرها تنوين بالضم، يعني التنوين ده نون بتنطق ولا تكتب، لازم نحذف النون. صنف الكلمات في الجدول، عندنا مجموعة كلمات، في منها اللي صح وفي منها اللي خطأ. قال لي في كلمات مكتوبة بطريقة صحيحة وكلمات مكتوبة بطريقة خطأ. تعالوا نعلم على الكلمات الخطأ. هذه الألف بتاعتها المفروض تكون بتنطق ولا تكتب، لكنه الألف برضو تنطق ولا تكتب. الرحمن أعتقد مكتوبة بطريقة صحيحة. طه لا، هي هنا خطأ، ما ينفعش نكتب فيها الألف. إله مكتوبة بطريقة صحيحة. ذلك شايفين الألف؟ محدش يكتبها بالألف. هؤلاء مكتوبة بطريقة صحيحة. هاتان هي كمان صحيحة. التي، التي نكتبها بلام واحدة، بلام واحدة. إله فيها ألف ينطق ولا يكتب، محدش يكتب الألف اللي بعد اللام. أولئك هي كمان فيها ألف ينطق ولا يكتب، محدش يكتب الألف اللي بعد اللام. عذرا تنوين مش نون، عذرا تنوين مش نون. كتابا مكتوبة بطريقة صحيحة. حقا تنوين مش نون. الذي مكتوبة بطريقة صحيحة. فاكهة، كويس ان هو ما كتبش النون عشان هي فعلا تنوين مش نون. تعالوا نشوف الكلمات يا ترى اخترناها بطريقة صحيحة ولا لا. فعلا اجاباتنا كلها كانت صح. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.